شوف الرسمه دي كده بالظبط. ده رايك؟ لا دي حاجه تانية، دي حاجه تانية بالنسبه مستوى المعيشه. احنا بنسال بقى زي حضرتك قلت، طيب احنا بنسال الناس يعني انت موافق بشده ليه ولا مش موافقين؟ حسيت بتحسن؟ ففي عدد من الناس في انتخاب السيسي حسب العمر. لو ترشح تاني تنتخبه بالظبط. وفي سؤال تاني بقى اللي هو غير الموافقه، اللي هو النيه في اعاده الانتخاب. وده سؤال افتراضي دايما بيسال في العالم حول الرؤساء، وسالناه ايضا في وقت الرئيس مرسي. وده ايضا من التحسن اللي حصل في ضبط الاسعار. ايوه من يوم ايه بقى؟ يعني الاحمر هنا الاحمر انه ساءت الاسعار، يعني حصل الاسعار ارتفعت. اللون الاصفر اللي هو 32% لم يحدث اي تغير على الاطلاق. 23% قالوا انه حدث تحسن بسيط، و 12% قالوا حدث تحسن كبير، وفي 14% قالوا ساءت جدا. فاذا قضيه الاسعار لا زالت هي القضيه اللي يمكن الناس مش سعداء بيها قوي. يمكن الوقود، الكهرباء، وارتفاعات الاسعار بصفه عامه طبعا، ويمكن المواصلات ايضا الى اخره. المواصلات بالظبط. في حين مثلا في توفر الوقود، في كل انواع الوقود في تقريبا 72% كانوا حاسين بتحسن، فده احسن كثير من الاسعار. ففي تفاوتات. كام في 32%؟ يعني عندنا 32 و40، يعني 32 قالوا تحسن بسيط و40 قالوا تحسن كبير. فلما نجمعهم تحسن في اسعار الوقود اللي هي ارتفعت، يعني لا في توفير الوقود، مش في توفير، مش في اسعار، مش الاسعار، في توفير يعني مفيش ازمات وقود. يعني طوابير بقى في البنزين صح او السولار او بتاع، مفيش ازمات وقود. مش الاسعار او البوتاجاز، يعني كل الحاجات دي.